رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ولكن مع اولى ضيوف فقرتنا الاولى. معانا ضيفتنا الدكتوره ذكريات الشمري، مسؤوله صيدليه في منطقه حولي الصحيه، وراح يكون موضوعنا معها وفي حوارنا عن التوعيه في استخدام الادويه في شهر رمضان الكريم. مسي عليك بالخير. يا هلا فيك، اهلا فيكم. مساء الله بالخير دكتوره، ومنورتنا برنامج الدار. ودائما الواحد يستعد استعداد تام لاستقبال شهر رمضان الكريم، عسى الله يا رب ان شاء الله يعود علينا بالخير والبركه. بدايه يمكن الواحد يطري على باله كثير من الاسئله او بده يستفسر عند دكتور معين، اذا حاب يعرف شنو طريقه استخدام المضادات الحيويه يعني برمضان، خصوصا انه في البعض يجهل هالموضوع وما عنده الثقافه يعني التامه. طبعا شهر رمضان في حاليا موجود في المستوصفات الصحيه والمراكز الصحيه ويتوزع بالمجان كثير من المضادات الحيويه بقوه مختلفه. ممتاز. يعني عندنا مضادات حيويه تستخدم مره باليوم اللي هو كل 24 ساعه، وفي مرتين باليوم، وفي ثلاث مرات لاربع مرات اللي كل ست ساعات باليوم، على حسب حاله المريض يقدر الدكتور يكتب الدواء اللي يناسب. اذا كان اضطر الدكتور انه يكتب دواء معين يعني مضطر حق هذا الشيء، يقدر يستخدم الدواء اللي كل ثمان ساعات، يستخدم مثلا مع الفطور حبه ومع بالنص حبه وقت الغبقات، وبالليل قبل الامساك حبه الثالثه اللي كل ثمان ساعات. حلو. الجرعه على حسب يعني حاله المريض. يقدر يستخدم المضاد الحيوي بدون ما ياثر على يومه، يسبب له تعب مثلا في اليوم الثاني بعد يوم الصيام، هل راح يسبب له تعب اثار جانبيه؟ هو في كذا جرعة على حسب الحالة الدكتور يقدر يوصفها، ما يسبب له تعب، بس عشان تتنظم الجرعات احنا كصيادلة ننصح انه يكون في مرة ولا مرتين عشان تتوازن الجرعات. بس اخذ الدواء لو ثلاث مرات على حسب حالته هو والدكتور شنو يشخص له ويوصف له، يرتفع المعدل في الدم وتستمر العلاج طول اليوم حتى وقت الصيام ثاني يوم. في بعض الفتيات يعني لظروف صحيه قبل شهر رمضان تاخذ بعض الهرمونات يعني عشان تقدر تصوم شهر رمضان، فحابين يمكن ناخذ رايك من يعني او وجهه نظرك من هالموضوع هذا. راي الصيدلاني صراحه ان البنت ما تاخذ هرمونات وقت رمضان. اول شيء شهر رمضان هو شهر راحه حق الجسم، الكبد يفرز السموم برا الجسم او ينظف الجسم، عشان كذي اخذ البنيه او البنت الهرمونات عشان توقف الدوره عشان تقدر تصوم باقي يومها هذا خطا، راح ترهق الكبد وراح تعيق تنظيف الجسم من السموم وقت رمضان، وبنفس الوقت راح تخربط الهرمونات عندها، بدال تفطر بس اسبوع او خمسة ايام راح يمكن طول رمضان ما راح تقدر تصوم وتخربط الهرمونات عندها. فهذا شيء من رحمه الله على النساء انها تفطر هالفتره وتقضيها ان شاء الله فتره ثانيه، والله غفور رحيم. اكيد بالطبع ونعم بالله. ولكن خلينا شوي نتكلم في خصوصا اول ايام رمضان، تلقين الاعراض او اللي يشتكون منها مثلا الصداع، التعب، الخمول في اليوم، طبعا اللي هي بدايه الايام، ولكن شلون الواحد اذا تعرض الى صداع ولكن قبل فتره السحور يقدر ياخذ مثلا شيء للصداع ويسكنه طول اليوم ويفيده؟ حقيقه وايد تجينا اسئله من المرضى يقول لك انا بتحاشى الصداع وقت الامساك باخذ مسكن. اول شيء الموجود في الحكومه المراكز الصحيه المسكنات اللي كل ثمان ساعات او ست ساعات، نفرض الباراسيتامول هو واحد من العلاجات الشائعه بالكويت كلها طبعا. حلو. الناس ما تستغنى عنها، اذا خذاه هو كل ست ساعات، اذا خذاه فتره الامساك مثلا نفرض الساعه 3 الفجر خذاه ليه الساعة 10 ثاني يوم أو الساعة 9 راح يوقف مفعوله، يعني ماكو فايدة من أخذه، خصوصا أن الصداع مع المريض أول ثلاثة أيام أربعة أيام يبدي الساعة 12 الظهر وفوق يعني. صح. فالمفروض أنه هو ما يأخذ المسكن، وإذا صار له صداع وقت أثناء اليوم الصيام يأخذه بعد الفطور عقب ما يتفطر. ممتاز. عندنا المرضى المصابين يمكن بالغدة متعودين على طريقة معينة في أنهم يأكلون حبوب الغدة في وقت معين، بس بحلول شهر رمضان المبارك هني أكيد راح تختلف شوي الحسبة، فشان يقدر يتناول حبوب الغدة بشهر رمضان؟ الغدة الحبة اللي يأخذها المريض وقت العادي طول السنة يأخذها قبل الريوق، يأخذها قبل الريوق بساعة، يعني يأخذ الحبة وينطر ساعة بعدين يتريق. صح. هذا الشيء المعتاد. ممتاز. احنا ننصح مريض الغدة وقت الصيام انه يسوي شيء ثاني، هو معتاد يسوي خطأ المريض انه وقت رمضان انه يأخذه قبل الفطر. احنا نقول له لا، تفطر مع عائلتك عادي،
وبعد مثلا فلنفرض انه هو يفطر الساعه 3 7 سوري نعم. يمطر لساعه 10 ما ياكل شيء، يكون على معده فاضيه، ياخذ حبه القده ووراها بساعه ممكن ياخذ وجبه السحور او الغبقه مالته الطبيعيه. ممتاز، يعني نقول ياجلها. ياجلها حلو إيه؟ خليها بدل ما تكون في البدايه تضبط. يخليها بعد مثلا بعد الفطور ساعة 10 ياخذ الحبة. اي هذا اضبط وقت، يعني هو يحسب 3 ساعات من وراء الفطور، ما ادري وقت الفطور اي ساعة بالضبط راح يكون. نعم. الاذان وراء يتفطر يخلص وراها يوقف اكل 3 ساعات ياخذ حبة الغدة وعقبها ينطر ساعة وبعدين ياكل. يعني بعد 6:30 يبلش اللي هو وقت المغرب. أيه. حلو ممتاز. طيب خلينا شوي نتكلم بالنسبة للغدة لمرضى السكر. يعني المرضى السكر وياخذون حبوب الغده نفس الشيء. احنا هذا بخصوص مرضى السكر اللي عندهم غده، احنا نقول لهم تفطر وانطر، يعني لا تحرم عائلتك منك، يعني تاخذ حبتك وتنطر ساعه وهم يتفطرون عنك، لا تفطر واستانس وياهم وكل شيء، وانطر 3 ساعات لا تاكل شيء على معده فاضيه، اخذ حبه الغده. حلو ممتاز. اذا هذه بعض النصائح نسميها الذهبيه حق دائما المرضى اللي يعانون من بعض الامراض، واكيد يعني في حلو شهر رمضان يمكن يحتار شلون راح ياكل هذه الادويه، بس دكاترتنا ما يقصرون فيكم تتجهون لهم وما راح يقصرون معكم في اي معلومه تخصكم من خلال استخدامكم لهذه الادويه. شنو ودك تنصحين دكتوره ذكريات المرضى خصوصا يعني قبل استقبال شهر رمضان ببعض الامور اللي لازم يلتزمون فيها؟ انا اصلا من لجنه تطوير الاداء منطقه حولي الصحيه، فعلى مدار 3 سنين الحين اللي فاتت قاعد نسوي توعيه قبل شهر رمضان بالمراكز الصحيه، يعني يشارك معنا قسم التغذيه من مستشفى الصباح، قسم العلاج الطبيعي، قسم رابطه السكر، كل الاقسام، عياده الجروح والقدم السكري، كل الاقسام تشارك عشان المرضى يجون ويشوفون يقيسون ضغطهم، يتعرفون على الطاقم التمريض ويعلمونهم اماكن حقن الانسولين، شلون يفحص قدمه، شلون يفحص سكره، عشان ما يضطر بفتره الصيام انه يجي المستوصف ويتعب ويصير له يعني يدوخ وقت الحر وكذي لا يضطر انه يطلع. حلو ممتاز. خلينا شوي نركز دكتوره على مرضى السكر، شنو النصائح اللي نقدر نوصلها لهم يعني يستفيدونها في شهر رمضان؟ يعني احنا نقول لهم اول شيء لازم تقيسون ضغطكم على طول، سكركم، ان لازم على الاقل مرتين خصوصا اول فتره الصيام يقايس، وخصوصا الساعه 12 الظهر هو انسب وقت ينصحون فيه دكاتره السكر لقياس السكر، وانه يعني يمارس حياته طبيعيه بس ما يكثر وقت الفطور، ولازم يتسحر عدل. في وايد مرضى يقول لك لا انا اكل عيش وروب ولا اكل تفاحه عدل. لا، ثاني يوم راح يصير له هبوط، لازم ياكل اكل عدل بفتره السحور عشان يقدر يكمل صيامه ثاني يوم بدون اي هبوط وبدون اي مشاكل. مع هذا لازم يفحص سكره ولازم يعدل جرعاته مع الدكتور اللي يعالجه المباشر، وهو يضبط له الجرعه، مثلا اذا هو ياخذ الدواء مده 3 مرات ياخذ حبه الريوق على الفطور وحبه الغداء على الغبقه وحبه العشاء ياخذها وقت السحور. ممتاز حلو. اذا عليهم الالتزام اهم شيء بدر، ها يلتزمون في بالوقت واستخدامهم لادويتهم الخاصه، خصوصا للاسف انه في البعض يمكن ينسى برمضان او يمكن عنده تصير لخبطه شوي بالوقت. زين اذا الواحد خلينا نقول لخبط شوي بهالحبوب ممكن تصير له اضرار ولا لا اذا ما التزم؟ لا، يكون هو عشان يضبط صيامه ويكون صايم بامان انه لازم يضبط سكره، انه ما يكون عنده دائما هبوط وارتفاع، يعني فتره الفطور ياكل وايد اشياء وياكل حلويات مع الجمعات والحقات راح يرتفع السكر، بالليل او بالنهار ثاني يوم راح يصير عنده هبوط، يعني يظل السكر صاعد ونازل، عشان كذي لازم يضبطه خصوصا هالفتره عشان يقدر يصوم طبيعي مع الناس. حلو ممتاز. احنا ودنا كثر ما نقدر نغطي يعني أسئلة واستفسارات يمكن المشاهدين منهم اللي بيعرف شو اللي يخص شهر رمضان وشلون يقدر يتجنب التعب، شلون يقدر يتجنب الإرهاق، أيضا في نقول المرضى. فالحين خلينا نتكلم شوي لبعض الفئات اللي تستخدم أدوية معينة وتلتزم فيها، هل تكون هي حياتها العادية تكون من بعد حزة الفطور يعني يستمر في أدويته 3 مرات سواء 3 حبات على حسب شنو كان، مضاد حيوي، مسكنات، غيره من الامور هذه، يمشي عليها مثل ما يمشي في يومه ولكن بعد الفطور. نعم، هو الدكتور ممكن يعدل الجرعات، مثلا المريض اللي ياخذ 3 حبات باليوم 3 مرات، في جرعات ثانيه يعني عندنا مثلا
عندنا نفس الدواء بجرعة مختلفة، بقوة مختلفة، في 1000 ملي جرام، في عندنا 850، عندنا 500، يختلف. ممكن الدكتور يعطي بدال هذا يشيل 3 مرات 500، يحط 850 على الفطور ويحط بفترة السحور 500، هذا يسوي له توازن طول اليوم على حسب الدكتور شنو يضبط له الجرعة. ممتاز. أهم شيء الواحد أكيد يأخذ المعلومات من الدكاترة مختصين بهذه الأمور. للأسف في البعض يتجه يمكن لبعض كلام الناس، يمكن أحد ينصحها أو بعض الشائعات اللي تصير. عندك هم بعد الإنستغرام في بعض المواقع للأسف اللي تعطي معلومات غير صحيحة، والبعض يروح ويطبقها، وبالأخير يمكن تصير معه أضرار سلبية ويتجه ثاني مرة للدكتور عشان يصلح هذه الأضرار من أول وجديد. فأنت شنو حابة يعني توصلي رسالة دائما للناس اللي يعني تلجأ حق أقاويل مواقع التواصل الاجتماعي أو أقاويل بعض الناس اللي ما يدرون عن يمكن استخدام الأدوية بطريقة صحيحة؟ والله أنا دائما أنصح ودائما كل مقابلاتي أرد وأعيد أقول لا تأخذون شيء من السوشيال ميديا، ولا من التاجرات، ولا من الفاشينستات، ولا من البلوجر، ولا من أي تخصص غير من ذوي الاختصاص. أخذوه من الصيدلي أو الدكتور بس، عشان لا تطيحون بمشاكل أنتم بقنا عنها. يعني احنا وايد نشوف اشياء تنباع بالانستغرام مو معروف مصادر دخولها للبلد، مو معروف شلون طريقه تخزينها، مو معروف شلون وصلت لنا، هل هي مهربه، هل في لها تاجر، لها او انها ممكن تضر بصحه الانسان. في ادويه بعد كثيره يمكن دكتوره الفتره اللي طافت لقوها تقليد، مجموعه من الادويه يمكن وايد، وحتى وزاره الصحه اعلنت عنها في تقليدها، يمكن نفس الشكل اماني تلقين نفس العلب نفس كل شيء، ولكن الماده من الداخل تختلف. صحيح. اليوم احنا يمكن خذينا كثر ما نقدر معاك معلومات بما يخص النصائح اللي شهر رمضان المبارك، لكن هم نبي منك شيء نطلع في بعض المعلومات اللي تفيد مثلا المرضى بشكل عام، او تفيد مثلا الصيام لما اهل الصيام، في شغلات مثلا او بروسيجر يمشون عليه خلال وقت الصوم؟ اي نعم، يعني احنا نقول حق المريض حتى لو مو مريض، انسان عادي صايم الحين فتره حر والجو حار، لا تكون صايم وتقضي كل نهارك برا بالشمس، حاول اذا تقدر تغير شغلك للعصر، يعني تاجل مشوارك للعصر اجله، لا تتعرض للشمس فتره طويله، اشرب ماي ضروري. في فرق لما نقول اشرب ماي من السوائل اللي ياخذها، في وايد مرضى يعوضون الماي بالسوائل، يعني شوربه والفنتو، هذا ما يغني عن الماي، قله الماي له وايد مشاكل على الانسان، ممكن يزيد الصداع، ممكن يرفع الضغط، ممكن يسوي مشاكل بالكليه والكبد والمثانه، ممكن يسوي اشياء بالخشونه بالركب، يعني وايد يسوي مشاكل احنا بغنى عنها، عشان كذي الماي ماكو شيء يعوض مكان الماي، ضروري يشرب الماي. بالفعل اهم شيء انهم يشربوا ماي. احنا شفنا يمكن بعض اللقطات والصور بتشوف بوكس دكتوره، وراح نشوفها الحين، نتمنى تعلقين عليها ونعرف مدى اهميتها، لان الواحد يعني المفروض الحين يركز على هذه المعلومات عشان يطبقها اول باول وبحذافيرها قبل شهر رمضان. ودائما اكيد انت في تواصل دائم مع المتابعين ومع المرضى بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعك الخاص. عندنا هذه الصوره دكتوره اذا ممكن تعلقين لنا عليها، صورة الماي، يمكن هني صورة شخص أكيد في بعض التعليمات الهامة لازم يتبعها عن المرضى، أن ضرورة شرب الماي حق المخ، حق الكلى، حق الكبد، حق كل أعضاء الجسم. وايد ضروري. إحنا نقول الماي ما ينشرب دفعة واحدة، يعني مو وقت الفطور أشرب دلكة ماي عشان يعوضني طول اليوم الصيام. لا، لازم الماي ينشرب طول اليوم. ممكن. يعني يتقسم، يعني نشرب من لترين أقل شيء وفوق، ما اشرب دولكه ماي او اللترين اشربهم وقت الفطور وباقي اليوم كله صايمه ليه وقت الامساك انا اقول اروح اشرب لي جلاسين ماي، هذا لا، يسوي جفاف ثاني يوم، ممكن ياذي، يعني يضر مثل ما قلنا، يسوي الصداع، يسوي مشاكل وايده طول النهار. هذا بخصوص النصائح بشكل عام دكتوره، يعني الماي بشكل عام لطول حياتنا احنا نخليه استخدامه او استعمال الماي يكون كثير، يعني طبعا احنا بلد حار اصلا نحتاج الماي على طول، يعني حتى لو بلد مو حاره الجسم من داخل يحتاج الماي، فما بالك جونا. يعني في البعض يمكن بدر مثل ما تفضلت الدكتوره يعوض السوائل بالعصاير، انا شربت عصير الحين هذا سوائل خاص، فما يدرون ان اهميه للماي اهميه كبرى. صح. في يمكن اعضاء الجسم، العقل، التوتر، كثير من الامور اللي ممكن يزولها يعني من خلال استخدام هالماي وشرب الماي. وفي البعض يتجه للاسف لاشياء ثانيه اللي تضر صحتها. في ناس ما تحب الماي، في ناس ما تحب الماي تنسى الماي. لا، يقدرون يحطون فيه ليمون، يحطون فيه نعناع، الناس قاعد يحطون منكهات في الماي. صح. بس يعني مو انه والله انا اشرب شوربه واقول خلاص، او اشرب عصير واقول
خلاص هذا ما يغني، يعني كل شيء له فائدته، بس المي ضروري بحياتنا. حلو، ممتاز. بالنسبه للاكل الدسم يبتعدون عنه؟ إيه يعني لا ياخذ دفعه واحده، يعني يكون صايم طول اليوم وانه ياخذ وقت الفطور دفعه واحده، هذا وايد راح يرهق اصلا الجهاز الهضمي كله، راح يتعب عنده طريقه الهضم، راح تتعب، راح يحس بتخمه، راح يحس بمغص، راح وايد راح يأذي. هذا عيبنا دكتور، احنا وقت الفطور تلقين ما شاء الله السفره مهني لهناك وعليها ما طبوا لا ما شاء الله هالبيمتو وهالالوان، فتلقين يعني الطبخ كل من يبدع فيه في هاليوم هذا، خصوصا لما يكون في شهر رمضان، والناس تلقينها بعد من يأذن يقول الله أكبر على طول يبلش، ما في هجوم يصير. أكيد، والسويت والحلويات الحلوة. أيوة، بعدين العائلة تتجمع أصلا برمضان، يعني برمضان الناس عدل. كل وقت الغداء مثل يفرق بين واحد من الدوام وهذا، بس وقت رمضان الأذان واحد والوقت واحد واليمعة واحدة. أكيد صح، أكيد ممتاز. حلو، اكيد عندك انستغرام خاص فيك دكتوره، دائما تتابعين المرضى يتابعونك تعطينهم بعض النصايح، وهذا الانستغرام كي راح يطلع معنا بعد شوي. اهم طرق التواصل اللي تتواصلين فيها مع مرضاتك، يعني خصوصا بالمواقع التواصل الاجتماعي بالانستغرام الخاص فيك، ايش تعطينهم بعض النصايح دائما تتابعينهم يعني اول باول؟ اسوي دروس طبيه دائما على الانستغرام وسناب. ممتاز. ويقدرون يدشون، ما ادري اذا حطوا اي الانستغرام ويانا في بالانجليزي ذكريات الشمري او بالعربي ذكريات الشمري. حلو، ممتاز. هذا اللي يحب يتواصل معك ويتابع النصائح اللي تقدمينها، راح تكونين ان شاء الله متواصله معهم في شهر رمضان؟ اي اكيد، وراح نتكلم عن البشره وعن الجمال وعن المراه، هذا ضروري. ضروري. ممتاز، يعني في تغطيه كامله لكل ما يخص المراه، ما ادري الشباب ما لهم نصيب اكيد. لا الادويه، نتكلم عن الادويه طبعا، يخص راح يفيدهم شيء؟ اي طبعا يفيد الجنسين يعني. ها ان شاء الله راضين الجميع. ربي طبعا يعطيك العافيه على تواجد ويانا، الامانه تشرفنا بتواجد ويانا في برنامج الدار. يعطيك الف عافيه دكتوره ذكريات الشمري على هذه الكلمات الجميله والنصائح الطبيه، وان شاء الله يا رب الكل يلتزم فيها، ونقول كل عام وانت بالف خير مقدما. وانتم بخير ان شاء الله، ورمضان كريم عليكم. امين يا رب. علينا وعليك ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين نطلع معاكم هالفاصل ونرجع نتواصل معكم مع برنامج الدار.